انطلقت قافلة طبية من جامعة قناة السويس تضم 10 تخصصات متوجهة إلى مدارس الفكرية والنور ومدرسة عثمان أحمد عثمان لتقديم الخدمات الطبية لذوي الهمم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف على 459 حالة وتقديم العلاج لأسرهم والعاملين بالمدارس الثلاث، كما وافق رئيس جامعة قناة السويس على تحويل 3 حالات للمستشفى الجامعي لاستكمال الكشف والفحص وإجراء التحاليل اللازمة. النهاردة في قافلة خاصة بذوي الهمم بتجمع تقريبا ما يقرب من 11 تخصص، تقريبا ضم كل التخصصات. القافلة النهاردة في مدرسة عثمان أحمد عثمان، يعني في تعاون كبير من طاقم الجامعة وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.